نصر بهير هذه تشكيلة من 23 لاعبا لتمثيل منتخب الكويت لكرة القدم في لقاءين وديين ضد الأردن والكاميرون على التوالي في الثلث الأخير من الشهر الجاري. تباينت ردود الأفعال حول اختيارات المدرب الصربي والتشكيلة المختارة لتمثيل الأزرق. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. في مقر اتحاد كرة القدم عقد مؤتمر صحفي لمدرب منتخبنا الوطني الصربي رادي، والذي كان سلسا بالرد حول الأسماء التي تم اختيارها مؤخرا والتي ستكون حاضرة في المباراتين الوديتين للأزرق أمام الكاميرون والأردن، وتكاد تكون أبرز الأسماء الغائبة بدر المطوع ومساعد ندى وحسين حاكم، مما يدل على رغبة المدرب والجهاز الفني بالزج وتجربة الوجوه الشابة الجديدة في المباريات الودية المقبلة. طبعا في الوقت الحالي الدوري جاري حاليا في الكويت، وقد تم اختيار اللاعبين من خلال المباريات التي تابعتها. مهمتي الأولى هي التركيز على استشفاء اللاعبين لأنهم يلعبون في الدوري كل 4 أيام، إضافة إلى آخر يومين في الدوري وهي يومي 16-17، علما أن المباراتين الودية ستكونان في يومي 21 و25، بالتالي الاستشفاء مهم جدا، وهذه مهمة الجهاز الطبي للمنتخب الذي سيقوم بهذه المهمة خلال المعسكر التدريبي الداخلي. وما بين تباين أصوات المتابعين الكرة الكويتية والتي استغربت من غياب بعض الأسماء، والبعض له رأي آخر بضرورة التغيير والذي أصبح ضرورة لبناء وصناعة منتخب قوي بعد غياب طويل بسبب الإيقاف. كان الاختيار مزيج من الشباب والخبرة بحسب رأي المدرب. هناك وجوه تستحق برزت خلال الدوري، تستحق تتشرف في لبس الفلينة الزرقاء خلال المباراتين الودية. هناك أسماء كثيرة، القائمة ممكن أن 23 لاعب في رأي المدرب هي الأفضل، لكن هناك مجموعة من اللاعبين أيضا اللي يستحقون المنتخب، لكن الفرصة إن شاء الله قدام، الفرصة متواجدة لهم في هذه الفترة. راح يكون إن شاء الله أول تجمع لنا بإذن الله تعالى في تاريخ 18/3 في أول تدريب لنا بعد انتهاء جولة دوري فيفا في الأسبوع الجاي. راح يكون أول تمرين لنا يوم الأحد تاريخ 18/3، راح يتم إن شاء الله مغادرتنا إلى الأردن في تاريخ 19 لملاقاة المنتخب الأردني في تاريخ 21، من ثم العودة في تاريخ 22 تدريب 23 و24، ومباراة منتخب الكاميرون في تاريخ 25. نتمنى إن شاء الله في هذه المباراتين أن يقدمون لاعبين المنتخب الكويتي شكل جديد للمنتخب، خصوصا هناك 9 أو 8 لاعبين لأول مرة يتم اختيارهم للمنتخب. إذن تبقى هي رؤية جديدة للصربي رادي يراهن فيها على صناعة مختلفة للأزرق وإعطاء بعض الأسماء فرصة حقيقية لإثبات قدراتهم في المواجهتين الوديتين المقبلتين، الأولى يوم 21 من هذا الشهر ضد المنتخب الأردني في العاصمة عمان، والثانية يوم 25 من هذا الشهر ضد المنتخب الكاميروني هنا في الكويت. رائد شمري، تلفزيون دولة الكويت.